إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا
آمنوا